الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في فصل من فصول الحكمة ابن عربي، والفصل ده يسمى حكمة إحسانية في كلمة لقمانية. هنا هو ياخو كل فصل يورد فيه شيء من آيات القرآن لا صلة بالأنبياء عليهم السلام أو ببعض الصالحين كلقمان ولا الخضر رضي الله عنهما. يقول: إذا شاء الإله يريد رزقا له فالكون أجمعه غذاء. يعني إذا كان له عايدة على المخلوق المكرم من الله أو مخلوق أي مخلوق، فلا إن شاء الإله يريد رزقا له فله ذلك، له لابن عربي ذلك، فالكون أجمعه غذاء. ما في شك، خير ربي هو رزق، وكل ما نام موجود هو في الحقيقة من وجه من الوجوه خير من الله، وإن كان سما فربما السم ذاك يكفر عنه الذنوب ويخرج من عناء الدنيا لكي لا يكرر الوقوع في الكبائر. إن إذا شاء الإله يريد رزقا له فالكون أجمعه غذاء، وإن يعودوا على الله فلا يجوز. الله ليس بحاجة إلى رزق، هو الرزق بالقوة المتينة. بعد هنا شطحات الصوفية لازم نتجنبها، مهما كانت أدلتهم وما كانت حججهم لا نقبل أن تقلب الصورة. نحن نعلم اللي هو الرزاق بالقوة المتينة، وربي كيف يسمي روحه رزاق، فليس رزاق بذاته، هو قيوم بذاته، أما ليس رزاق. هذا لا يجوز لنا أن نقول به شيئا، لا عنا علم لنا ولا حجة لدينا. وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء. أنا مقبول هذا البيت، وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء، يعني أعلى بما أن نحسن ظن بالله، فالغذاء ذا سيرحمنا الله به ونرتقي في الدرجات العلى لكي نكون من حقيقة من الناس الصافيين المنيبين المخبتين المحبين بحق، والحمد لله. وإن شاء الإله، إذ شاء قال الإله يريد رزقا له، هنا قال وإن شاء الإله، شرطية إن، الأخرى هي إخبارية. هنا قال وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء. وناس اللي أحباب ربي يفهموا بالضبط ما معنى الغذاء اللي مصعوب رحمة الرحمن، ما هو الغذاء اللي هو من المبارك من لدن البيان سبحانه وتعالى. وإن شاء الإله يريد رزقا لنا فهو الغذاء كما يشاء، كما يشاء ربنا، أو الغذاء كما يشاء ينفعنا. الله على خير يشاء الله، مشيئته إرادته وهو كذلك. الله سبحانه وتعالى له قل، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمشيئته وكلامه سيئان، ومشيئته إرادته المشيئة والإرادة فقولوا بها قد شاءها فهي المشاء. يعني يقول هنا حفز فينا ويدعونا إلى دعوة حميدة، فقولوا بها قد شاء فهي المشاء. يريد أي أراد الله رحمة بنا، توسعة علينا، أعلى لشأننا، وأنتم لا عنهم والله معكم، وهذا مجد. يريد زيادة ويريد نقصا، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا دائما نقول للثقلين احذروا السؤال، الدنيا قد لا ترد على السؤال، اما هناك فما السؤال، فما لا تستعتاب، ما تقولش انت يا ربي مش قلت لماذا فعلت، ربما سرا يقول لك لماذا قمت بهذا، فقد سترك في الدنيا وساسترك في الاخره في هذا اليوم الشديد. لكن يريد زياده ويريد نقصا، وليس ما شاءه إلا المشاء، يعني لا أمر إلا أمر الله، ولا نهي إلا نهي الله، أي لا شريك له، له ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الشرك بالعظيم، لأنه الشرك يقول ما لا بموجود ولا حق لنا بأن نذكره أو نتخيله، وخيلتنا قد يعتريها مصر من الشيطان، ولازم نحذر ما بمخيلتنا من أحوال وما يدخل عليها من أفكار وخواطر، ولهذا نحتاط.
يريد زيادة ويريد نقصا، أي حالتين هم بيد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك في أمر أحدا، يريد زيادة ويريد نقصا، وليس ما شاءه إلا المشاء أو المشاء. فهذا الفرق بينهما تحقق ولا حقق، فهذا الفرق بينهما تحقق وتحقق، أي تيقن. ومن وجه فعينهما سواء، يعني حقيقتهما سواء، اللي يريد زيادة ويزيد نقص، ومشيئته تبقى مشيئة ولا اعتراض عليها ولا اعتراض الحكم، هو القاهر فوق عباده وهو السيد على ملكوته وهو غالب على أمره، أحب من أحب وكريم من كره. اللهم اهدنا سبل الرشاد وارزقنا من عبدك ما تريد، نحن عطاشة جوعانين لهذه العطاءات الربانية. والسلام على من اتبع الهدى.